احمد محمد عميرة، ارام دير سركسيان، ارديل مجلنجيت. لما الحقيقة تبين منقدم مع ميزان العدل، إصرارنا إنه العدالة تتحقق، والعدالة مش بس إنه المجرمين يتحملوا مسؤولياتهم. ما بنحب even نرجع بالوقت بالذاكرة لهيداك الوقت، especially أنا، يعني أنا لدرجة إنه لليوم ما في إلي صورة عرسي ببيتي، مش حاطة صورة لألنا، ما بقدر، مع إنه جتني كادو بس ما بقدر. ليش؟ هيداك النهار اللي أنا كنت ناطريته من زمان بيأثر فيه من ناحيتين. أول ناحية إنه أنا ما قدرت أنبسط، وتاني شغلة إنه هيدا النهار اللي أنت كنتي عم تتجوزي فيه، وأنت هلا المفروض تكوني مبسوطة وهيك، بس كان على العالم اللبنانية كان ديزاستر، يعني ما في أنا أشوف أهل خسروا أولادهم، أولاد خسروا أهلهم، الدمار اللي صار، وأنا أنبسط، ما حأضحك على حالي. هيدي ذكرى ما بتنتسى، يعني هيدي عم تعيش معنا، يمكن تعيش معنا لوقت ما نموت، تعيش معنا ذكريات لوقت ما نموت او نفقد ذاكرتنا، بس هيدي اللحظه انا او هي ما بتروح عن بالنا، بقى هيدا شيء يعني صار متلازم معنا بحياتنا او بفكرنا او بعقلنا او بروحنا، وبيضل معنا ونحن عم نتعايش معه، بس مش اكثر. ثابتة معنا مثل ما مثبت جوازنا بالمحكمة. هيدي السنة قطعت بلحظات كثير سريعة، يعني ما بتحسي إنه قطع سنة، ما بعرف، يمكن تحسي أيام معدودة أو لحظات، يعني غمض عين فتح عين صرنا سنة من الانفجار. Time has stopped completely، يعني كل يوم 4 أغسطس، كل يوم every day كل يوم بتذكر الانفجار او بتذكر شو صار بهذا النهار البشع. I don't feel safe ببلدي، مشان هيك بدي فل، بدي فل، وهذا اصعب قرار اخده بحياتي.